أهلا وسهلا مشاهدينا في حلقة جديدة من البرنامج العالمي للباركنسون. نستضيف اليوم الدكتور عبد القيوم رنا، استشاري أمراض المخ والأعصاب، مؤسس البرنامج العالمي للتعليم حول مرض شلل الباركنسون، باحث وكاتب لمجموعة من الكتب العلمية، رئيس عيادة الباركنسون والأمراض الحركية في شرق تورونتو. أهلا وسهلا بك دكتور عبد القيوم رنا. أهلا وسهلا دكتور صالح. دكتور رنا، بداية سوف نتكلم اليوم عن مرض شلل الرعاش الباركنسون، هل يمكنك الحديث لنا ما هو مرض شلل الرعاش أو الباركنسون؟ في البداية، أول من وصف مرض شلل الرعاش هو جيمس باركنسون في عام 1817 ميلادي، ما يقرب من 100,000 من الكنديون يعانون من هذا المرض المعدل، ورغم أن معظم الأشخاص المتعرضين لهذا المرض هم فوق 55 عاما، فإنه من المعروف إنه يصيب الشباب أيضا، فهو يؤثر على الأعصاب ويؤدي إلى تعطيل خلايا المخ قادرة على إنتاج دوبامين. ما هي الدوبامين دكتور رنا؟ الدوبامين هو مادة كيميائية تشارك في نقل الإشارات بين الأعصاب في مناطق معينة في المخ. يساعد الدوبامين بتحسين حركات أجسامنا، إن نقصه يؤدي إلى بطء الحركات في أجسامنا، وهذا أحد الأعراض الأساسية لمرض شلل الرعاش، على الرغم من أن شلل الرعاش قد يسبب تعقيدات وصعوبات في حياة المريض، ولكن يمكن أن تدار بشكل جيد مع تقديم النصح والدعم المناسب. دكتور رنا، هل يوجد علاج قاطع لمرض شلل الرعاش أو ما يعرف بالباركنسون؟ للأسف لا يوجد علاج قاطع للشلل الرعاش حتى الآن، ولكن من الممكن التعايش مع المرض لسنوات عديدة. كيف يتم تشخيص مرض شلل الرعاش؟ يتم تشخيص شلل الرعاش بأخذ التاريخ المرضي والفحص السريري تجري بواسطة طبيب المختص. هل يوجد هناك اختبارات مخبرية يمكن استخدامها؟ لا توجد اختبارات معملية أو مختبرية يمكن استخدامها لتأكد من تشخيص شلل الرعاش. قد يحتاج الطبيب المختص بشلل الرعاش لمراقبة أعراض المرض لفترة من الزمن للتأكد من صحة التشخيص. ما الذي يمكن المريض فعله لمساعدة العلاج وإعطاء نتائج جيدة؟ على المريض التأكد إن لديه المعلومات الصحيحة عن حالته المرضية وزيارة الطبيب الأعصاب الخاص بانتظام، وهذا هو أمر في غاية الأهمية. نعم، ما هي أعراض مرض شلل الرعاش دكتور رنا؟ أهم أعراض شلل الرعاش تشمل الرجفة. الرجفة التي تبدأ عادة على جانب واحد من الجسم، في اليد أو في ذراع أو في ساق، إثناء حالة الراحة وبث الحركات في أداء أنشطة الحياة اليومية، وبث جر القدمين في المشي، ومشاكل في التوازن، جمود أو سلابة للعضلات. هل هناك أعراض أخرى لمرض شلل الرعاش؟ نعم، تطور المرض قد تشبه أعراض أخرى أكثر وضوحاً. قلة تعبيرات الوجه وتريل، يعني سالان اللعاب، وصعوبة في الدوران وتسلب المشي والوقوف، وإنهنا وضع الجسم والتعب، وتشغيل حجم الخط في الكتابة والإمساك، واضطراب النوم وضعف الصوت ومشاكل البلع، واختلال وظيفي في ذاكرة والاكتئاب والقلق والألم، وأزداد للحساسية للألم والاضطراب والاستعجاع البولي والاختلاف الوظائف الجنسية وجفاف الجلد والدخة أثناء الوقوف. نعم، كيف يتم علاج مرض شلل الرعاش؟ الأدوية وإعادة التأهيل هما أهم الوسائل التي تستخدم
لعلاج شلل الرعاش، وما ازدياد الاعراض يجب تعديل كم مرات تناول الادويه وعددها، وبعض الادويه قد يكون لها اثار جانبيه ايضا. نعم، ما هي بعض الادويه الشائعه للاستخدام لعلاج مرض شلل الرعاش؟ بعض الادويه الشائعه استخدام لعلاج شلل الرعاش تشمل ليفودوبا كاربيدوبا، ليفودوبا بنزرازايد، انتاكابون، وانتاكابون تستخدم مع ليفودوبا كاربيدوبا دائما ليس الوحيد، وبريميفيكسول، وروبينيرول، سيليجيلين، رزيجيلين، امينتيدين، ترايهكسيفينيدين، وليفودوبا كاربيدوبا وانتاكابون يعني نجتمع في سبيليفو. نعم. دكتور رنا، ذكرت لنا إعادة التأهيل، هل يمكن لك الحديث ماذا تشمل إعادة التأهيل؟ إعادة التأهيل تشمل العلاج الطبيعي الذي يساعد على حركة الجسم والتوازن، ويساعد على علاج مشاكل النطق والكلام ومشاكل البلعة. العلاج الوظيفي وهو يركز على تخفيف النشاطات اليومية وممارسة الرياضة، يعني مثلا يوغا وتاي شاي أو رياضة مناسبة، وهذا مفيد جدا أيضا. في بعض الأحوال يمكن علاجها بتدخل الجراحي. نعم دكتور رنا، كيف يمكن للمريض معرفة إذا ما كان العلاج فعال أم لا؟ على المريض انتباه بالمتابعة لأي إيراد سابقة أو مستجدة تحدث معه، ومتابعة بدقة، وسيساعد ذلك في بيان ما إذا كان العلاج يحتاج إلى تعديل. شلل الرعاش يتطور بأشكال مختلف من شخص آخر، ويتطلب نهجا خاصا لكل مريض. إن ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي مهم جدا. المشي هو شكل من أشكال الممارسات الرياضية التي يمكن القيام بها كل يوم. يستطيع أخصائي العلاج الطبيعي أن يساعد في العثور على تدريبات مناسبة. الإلياف الطبيعي والسبائل في نظام الغذائي الخاص تساعد على منع الإمساك. الإمساك الذي كثير ما يرتبط بشلل الرعاش. الانضمام إلى فريق قد يكون مفيد أيضا. هذه المجموعة تجتمع بصورة منظمة وتدعو المختصين ليتحدثوا عن شلل الرعاش، ويمكن أيضا أن تقدم برامج رياضية للمريض. دكتور رنا، في النهاية هل هناك أي معلومات إضافية قد تكون مفيدة لمرضى الباركنسون أو ما يعرف شلل الرعاش؟ نعم، إن شلل الرعاش هذا مرض معجز، ولكن يمكن للمريض تعديل أنشطته اليومية حسب المقدر. شلل الرعاش ليس جزء طبيعي من شيخوخة، إنها حالة طبيعية بحاجة إلى أن تدار من قبل الطبيب، وهناك نسبة قليلة من حالات شلل الرعاش قد تكون وراثية في طبيعتها. إن شلل الرعاش حالة يمكن علاجها، ويمكن للمريض أن يساعد في علاج هذا بأخذ دواء بالامتدام حسب تعليمات الطبيب، وأن يكون إيجابيا في تعامله مع حالته المرضية. نعم، شكرا لك دكتور رنا. مشاهدينا الكرام، كان معكم الدكتور رنا من تورنتو والدكتور محمد صالح من وينزر كندا. إلى اللقاء في حلقة جديدة عن الباركنسون. لمشاهدة حلقاتنا الأخرى يمكنكم متابعتها عبر تلفزيون الباركنسون على قناة يوتيوب أو على موقعنا على الإنترنت www.pdprogram.org. شكرا لكم. Thank you. Thank you very much, Dr. Salih. Thank you as well, Dr. Rana.